أول تجمع انتخابي تنظمه حملة المترشح العيد محمد المبارك خارج العاصمة نواكشوط، استهلته من مقاطعة تركيز التي كانت الوجهة الأولى من ولاية ترارزة. هنا استقبل بعض سكان المدينة المترشح ووفده المرافق، حاملين شعارات تثمن دور النائب والمحامي في الدفاع عن المظلومين وتبني قضايا الشباب على حد تعبير هؤلاء، الأمر الذي يمنحه الأهلية أكثر من غيره لتولي شؤون البلاد وفق تعبيرهم. جماهير مدينة تركيز، هذا الاستقبال وهذا الحماس وهذا الصبر رغم الوقت الطويل في الانتظار، هذا يعزز فكرة عندنا عن قطار التغيير وقطار التطور وقطار ترك المفسدين وقطار التخلص من عصور الفساد وعصور الظلام وانقطاع الماء وانقطاع الكهرباء، وقلت التعليم وقلت الصحة عن فم فجر جديد قايدته سفينة التغيير. هاي سفينة التغيير هي اللي تنقذ موريتانيا إلى الأبد. المحطة الثانية كانت مدينة المذرذرة، حيث نظم أنصار المترشح تجمعا مماثلا، رفعوا خلاله الصور ورددوا الشعارات المطالبة بتحقيق العدالة والمساواة ولجم غلو الأسعار وكبح جماح هجرة الشباب وفق تعبيرهم، مشيرين إلى أن التصويت يوم الاقتراع لمرشحهم العيد والمحمد المبارك يعتبر مربط الفرس في الخروج بالبلاد من هذه الوضعية على حد قولهم. اليوم قدامكم فرصة حقيقية، هذه المعارضة اللي حاضرة اليوم اللي متبنية معايا هذا المشروع وبساندنتني فيه وماشي معايا فيه، لها ياسر عن تجتمع ولا ياسر عن تتافل، حد يدور مصلحة موريتانيا في المواقف وفي التاريخ وفي السقم وفي الشجاعة وفي الثبات على اللي واحلة فيه مصلحة الشعب الموريتاني، ما ظهر لمولانا عنه تلا عنده خيار، ما هو الخيار اللي واحلين نحن فيه ويا الله يمشي معنا فيه. خطباء وأدباء وفنانون أحيوا أول سهرتين انتخابيتين في تركيز والمذرذرة بنتف من الأدب فصيحا وشعبيا، تناول خصائص ومكونات برنامج مرشحهم الانتخابي. وكان المترشح العيد محمد المبارك قد أجرى توقفا في قرية عيمات التابعة لبلدية برينة في طريقه نحو تركيز، حيث استقبله فيها عدد من مناصره حاملين صوره ومرددين الشعارات المطالبة بانتخابه رئيسا للجمهورية في اقتراع 29 من يونيو الجاري.